موسم التزاوج للوحوش البرية ملوك الغابة تزاوج وتشجين الأسود والنمور حيوانات تنحدر من عائلة القطط. إنهما متشابهان من نواح عديدة، كلاهما كبير جداً، وكلاهما رشيق جداً، وكلاهما قوي جداً. لكن أي حيوان أقوى؟ أي واحد سيفوز في المعركة؟ دعنا نكتشف ذلك. في هذه الحلقة سوف أعرض لكم لقطات حقيقية من المعارك بين النمور والأسود، وكذلك أخبركم بالعديد من الحقائق الشيقة حول هذه القطط الكبيرة المدهشة. دعونا نذهب. القط الشيرازي للذكوري. يتم سن البلوغ منذ اتمام عمر عاماً إلى أكثر، ومن ناحية أخرى يطرأ عليه عدة علامات تؤكد على بلوغه. فعلى سبيل المثال يتناثر بوله في جميع أركان حوائط المنزل، مما يؤدي إلى جذب القطط الإناث له، بالإضافة إلى المحاولات الكثيرة في الهروب من المنزل. وأهم من ذلك كله أن الأفضل لكي يتم تزاوج القطط الانتظار لسن 18 شهراً، وذلك لكي تتحمل القطة مراحل الحمل وبالتالي تكون بصحة بدنية قوية تتحمل الآلام وتستطيع تحمل وزن أطفالها خلال الحمل. وهل بالفعل يتم تزاوج القطط الشيرازي من البلدي أم هذا لا يحدث إطلاقاً؟ تزاوج الحيوانات تهجين القطط. يتم إنشاء سلالة عن طريق التهجين الانتقائي لإنشاء خصائص بدنية مميزة، الشعر الطويل وشكل الرأس والأذنين أو الذيل على سبيل المثال. يؤثر هذا الاختيار أيضاً على المزاج والسلوك، وهذا هو السبب في أن السمات المميزة لسلالة فردية محددة جيداً بشكل عام هو سبب صراخ القطط عند التزاوج. أما بالنسبة للمواء والبكاء أثناء عملية التزاوج نفسها، فإن ذلك يرجع إلى الذكور القطط التي تمتلك أعضاء تناسلية شائكة قليلاً. وهكذا تشعر القطط بالألم، والصراخ يساعدها على تحمل هذا الألم. صراخ الذكور أثناء عملية التزاوج أمراً مألوفاً استجابة لصرخات الأنثى التي يتزاوج معها. ماذا يحدث إذا تزاوج القطط الشيرازي من البلدي؟ سؤال يتردد في أذهان الكثيرين الذين يهتمون بتربية القطط الشيرازي. كلنا ندرك أن القط الشيرازي يعرف بشكله الجذاب، وهو من أجمل سلالات القطط على مستوي العالم، وبالتالي فهو أكثرها تداولاً. علاوة على ذلك فهو يمتلك مواصفات تختلف عن أي مواصفات قط آخر. ولكن ماذا يحدث في حالة تزاوجه من قط بلدي؟ يختلف سن التزاوج من القطط الشيرازية للذكور عن الإناث. تتزاوج القطط الشيرازي أو البلدي مع أشقائها. الحيوانات بطبيعتها لا تعرف شيء عن القرابة، فالإنسان فقط هو من كرمه الله عز وجل وهب هذه الميزة. لذلك يمكن للقط التزاوج من أشقائها عندما يبلغون يريدون التزاوج، فهم بالفعل ليس محظورين عليهم. وفي نفس السياق تلقطت من نفس السلالة، ولا يقتصر تزاوج القطط على مرة خلال الموسم، بل يمكن أن يتزاوج أكثر من مرة على حسب رغبة القط، حيث يكثر معدل التزاوج منذ بداية يناير حتى انتهاء فبراير، وخاصة في النهار. وفي غضون ذلك تتراوح فترة الحمل 60 إلى 67 يوماً على التوالي، بالإضافة إلى أن عدد مرات التزاوج يصل إلى 20 مرة على الأقل في اليوم الواحد. التزاوج للوحوش البرية ملوك الغابة تزاوج وتشجين الأسود والنمور حيوانات تنحدر من عائلة القطط. إنهما متشابهان من نواح عديدة، كلاهما كبير جداً، وكلاهما رشيق جداً،
وكلاهما قوي جدا. لكن أي حيوان أقوى؟ أي واحد سيفوز في المعركة؟ دعنا نكتشف ذلك. في هذه الحلقة سوف أعرض لكم لقطات حقيقية من المعارك بين النمور والأسود، وكذلك أخبركم بالعديد من الحقائق الشيقة حول هذه القطط الكبيرة المدهشة. دعونا نذهب. ناتج تزاوج القطط الشيرازي من البلدي. أثناء تزاوج القطط الشيرازي من البلدي يسبب ذلك اختلاف جذري في شكل ومواصفات القط الشيرازي، لأنه بالفعل قد يحمل مواصفات معينة من كل نوع أو سلالة. علاوة على ذلك يكون ناتج التزاوج أن القط يحمل صفات القط الشيرازي وشخصية القط البلدي أو العكس، ففي تلك الحالتين يكون مختلف تماماً عن القط الشيرازي الأصلي. والأهم من ذلك كله أنه يكون قط مختلط سواء شكلاً أو صفاته. فالقط المختلط الذي يحمل ملامح القط البلدي وهيئة وشكل وجسم القط الشيرازي فهو بالفعل يكون ناتج من تزاوج القطط الشيرازي من البلدي. يختلف سن التزاوج من القطط الشيرازية للذكور عن الإناث، والتي يكون لكل منهما علامات مختلفة. القط الشيرازي للإناث تتم سن البلوغ بداية من سن 10 شهور، وتطرأ عليها بعض العلامات التي توضح بالفعل أنها تريد التزاوج. فعلى سبيل المثال، تقوم بإصدار صوت مرتفع وتجلب الضوضاء والإزعاج للجميع، بالإضافة إلى أنها تقوم بالاحتكاك الدائم بالفتيات الإناث وتتحرك بشكل كبير وملفت للأنظار. علاوة على ذلك تتدحرج على الأرض على تلك الجانبين مع رفع الذيل إلى بجانب الأرجل، كما أنها تقوم بلعق عضوها المنطقة التناسلية له. حيث يكثر معدل التزاوج منذ بداية شهر يناير حتى انتهاء شهر فبراير، وخاصة في النهار. وفي غضون ذلك تتراوح فترة الحمل 60 إلى 67 يوماً على التوالي، بالإضافة إلى أن عدد مرات التزاوج يصل إلى 20 مرة على الأقل في اليوم الواحد. كما أن هناك بعض الأقاويل تأكد أن تزاوج سلالتي من مختلفتين من القطط ينتج عنه نسلها جيني سيء. والأهم من ذلك كله أن القط يكون أكثر تعرضاً للأمراض، لذلك ينصح بالتزاوج من سلالات متقاربة النسل لكي ينتج قط معافى. صراخ الذكور أثناء عملية التزاوج أمراً مألوفاً استجابة لصرخات الأنثى التي يتزاوج معها. ماذا يحدث إذا تزاوج القطط الشيرازي من البلدي؟ سؤال يتردد في أذهان الكثيرين الذين يهتمون بتربية القطط الشيرازي. كلنا ندرك أن القط الشيرازي يعرف بشكله الجذاب وهو من أجمل سلالات القطط على مستوي العالم، وبالتالي فهو أكثرها تداولاً. علاوة على ذلك فهو يمتلك مواصفات تختلف عن أي مواصفات قط آخر. ولكن ماذا يحدث في حالة تزاوجه من قط بلدي؟ يختلف سن التزاوج من القطط الشيرازية للذكور عن الإناث.
موسم التزاوج للوحوش البرية ملوك الغابة تزاوج وتشجين الأسود والنمور حيوانات تنحدر من عائلة القطط. إنهما متشابهان من نواحٍ عديدة، كلاهما كبير جداً، وكلاهما رشيق جداً، وكلاهما قوي جداً. لكن أي حيوان أقوى؟ أي واحد سيفوز في المعركة؟ دعنا نكتشف ذلك. في هذه الحلقة سوف أعرض لكم لقطات حقيقية من المعارك بين النمور والأسود، وكذلك أخبركم بالعديد من الحقائق الشيقة حول هذه القطط الكبيرة المدهشة. دعونا نذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.